المستشفى هنا من أبدع ما يكون. لما أنا جيت أسوي فحوصات الحمد لله بشروني في الفحوصات كويسة، تحاليل من أبدع ما يكون، أطباء نصحتهم زينة والحمد لله، يعني مستشفى جيد جدا من أبدع ما يكون. مستشفى وشتاني ويا موظفينا من أبدع ما يكون والحمد لله، وأنا أشكر على إدارة مستشفى وشتاني والعاملين اللي عليه كل أبوهم والحمد لله رب العالمين. مكان حلو وهادي ومعاملة، صراحة ما لقيت معاملة مثلهم، والكل اللي قام على الأعمال إنهم زينين ويرحبون بالمريض وبمراجعاتنا ويهتمون بالأوراق الرسمية. والله أشكر كل المستشفى على قائمينها وعلى العلاقات العامة، خاصة والشيخة نورة خاصة بإقامتها ومساعدتها لي وايد، وكل شيء ما يخص المستشفى الصراحة كلهم من علاقات عامة من اصطف تمريض كلهم من أحسن ما يكون، وإن شاء الله التوفيق والأعلى، وكل ما أي ألقى تطور زيادة. خدمات المستشفى ما شاء الله وايد وايد أوكي، عندكم رعاية ما شاء الله بتتابعون المريض، وعندكم بعد الاتصالات الهاتفية تطمنون على المريض، فهاي ما شاء الله الخدمات وايد روعة والحمد لله كل شيء زين. شوف انا بقول لك اياها بكل صراحه، انا قبل يومين انا حصل لي موقفين. الموقف الاول اني انا طلبت رساله لمقر عملي عشان الوالد، عملوا لي الرساله بيوم واحد وودوها الحمد لله هم بنفسهم المستشفى للمكتب العربي في المستشفى، المترجمين ودوها للسفاره، طبعوا لي الرساله من المستشفى ووقعوها وخذوها ودوها للسفاره الاماراتيه وصدقوها من السفاره الاماراتيه، وانا موجود الحمد لله، تعبت ولا كل شيء موجود في المستشفى. والشيء الثاني الحمد لله الدكتور طلب منه تقارير من دولة الإمارات، وكان يعني الحمد لله أرسلوا لنا يا بإيميل، وهم جزاهم الله خير المكتب بعد طبعوه ورسلوه للدكتور نفسه، يعني الحمد لله. والتواصل مع المستشفى عندهم خدمات طيبة، حتى أنا المساء أتصل بهم أحصل اللي أباه منهم بكل سهولة الحمد لله. أشكر مستشفى وشتاني، مكتب صحي ومكتب ومترجمين وممرضين ودكاترة، ودكتور بورن اللي عمل الدكتور حق الوالد المستشفى ويتابع معه، والله العظيم يقول له حتى وإذا أنت رجعت الإمارات اتصل بي في أي وقت أي استفسار أي شيء شو اسمه. وجدا الأطباء والممرضين جدا يحسونك أنت في بيتك وعائلة واحدة، عندهم طولة بال وعندهم بشاشة في الوجه، والحمد لله صراحة الحمد لله. من أفضل الخدمات خدمات الطبية، الطاقم الطبي، الممرضات، الأكل، يعني بما أنك أنت مسلم الأكل حلال الحمد لله، من أفضل المطاعم تقدم الأكل الحلال، وكل شيء من أفضل الأشياء الحمد لله. الدكتور ممتاز فعلا يعني، وتعامله الحمد لله راقي جدا يعني، والممرضات والكل طبعا ما شاء الله يعني. الأمور كلها الحمد لله يعني، حتى عبد الله كان هنا مرتاح صح ولا لا؟ يعني مرتاح الآخر أصلا يعني. سواء من يعني شوف الجلسة تعتبر عائلية هنا يعني مع الناس الموجودين، المجلس الموجود هنا سواء للرجال أو السيدات يعني، عمل جو أسري حلو يعني. أي والله أنا بالنسبة لي إلا عنده مشكلة في العظام ما يروح مستشفى ثاني صراحة، لأنه أنا أشوف عن تجربة هنا الأفضل. ما نبي نذكر مستشفيات ثانية، مستشفيات كبيرة في تايلاند، وأنا واحد رحت مستشفى كبير في تايلاند عشان العظام، بس هو هنا الأفضل طبعا. والله أشكركم كلكم من أكبر واحد لأصغر واحد وللناس الموجودين أصلاً هنا، حتى المرضى يعني ما قصروا والله، الله يجزاكم خير.
ระดีๆกับโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่ง